من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قدر كرب يوم القيامة؟ ما قدر كرب الدنيا بالمقايسة إلى كرب يوم القيامة؟ كرب يوم القيامة يفزع منها أولو العزم من الرسل، وهذا بعد كرم ربنا سبحانه. أنت فرجت عن أخيك كربة من كرب الدنيا، ربنا لا يقابلك بأن يفرج عنك كرب من كرب الدنيا، مع أن كرب الدنيا عليك كثير أيضا، لكنه يثيبك بأن يفرج عنك كربة من كرب الآخرة. تعرفون كرب الآخرة؟ الصراط ودنو الشمس حتى يغرق الناس في عرقهم، والأنبياء تقول اللهم سلم سلم، والبشرية كلها تقصد آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، كلهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي إبراهيم عليه السلام، نفسي نفسي نوح، نفسي نفسي. شوف أنت وأنا كيف نكون، ماذا نقول؟ شوف أنت وأنا كيف نكون، ماذا نقول؟ إذا كان إبراهيم الذي أمر بذبح ابنه فطاع، والذي رمي في النار في سبيل الله ليرجع ولم يرجع، هو يقول خايف، هو من شدة الخوف يقول نفسي نفسي ما أستطيع، أنا آتي وأقول لربي اشفع لها، أنا لو وجدت من يشفع لي، لو نجوت اليوم كفافا لا علي ولا لي لكان حسنا. هذا إبراهيم، ومثل يقول نوح، وكلهم يذكرون ذنوبا، وحديث في الصحيحين وفي غيره، وكلهم يذكرون ذنوبا حتى جاءوا إلى عيسى عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتون عيسى يقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا. إبراهيم يذكر ذنبا، كذب ثلاث كذبات، لا إله إلا الله، في عمر كذب ثلاث كذبات، هذه السيئة التي عند إبراهيم، ثلاث كذبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في ذات الله، كلها في ذات الله، وهذه الثلاث كذبات هي التي يراها أمام عينه. نسأل الله أن يتوب علينا. نكذب ثلاثين كذبة في اليوم، هو يكذب ثلاث كذبات في العمر، نحن كلها في ذات النفس وفي ذات الشيطان، هو يكذبها في ذات الله، ونحن ننام ونضحك من أعيننا ومن أشتاقنا وهو يخاف. نوح يرى تلك الدعوة، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون إلى الله، ودعا لما أيس، ومع ذلك يقول إني دعيت لم أمر بذلك. كلهم يذكر ذنبا، موسى قتل نفسان، عيسى لا يذكر ذنبا ويخاف، نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، ولا يذكر ذنبا أذنبه ويخاف. هذه هي كرب القيامة التي يفرجها الله عمن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا. من نفس عن معسر نفس الله عليه الدنيا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيقول لك وكن معوانا، يعني سوى ما يحدث لك عونك لإخوانك من حسن الأحدوثة في الدنيا ومن استمالة قلوبهم إليك بالإحسان إليك، يكون لك هذا الدخول العظيم عند ربنا سبحانه.